في الحقيقة في إبداع من نوع خاص جدا بتقدمه الفنانة رنا سليمان اللي بتركز أعمالها على فن التجسيد المصغر، وده من خلال عملها لعدد كبير جدا من الماكتات الفنية الصغيرة. الأجمل بقى إن هي بتستهدف إحياء الماضي وأجواء زمان وملامح البيوت من خلال أعمالها، كمان بتركز تحديدا على فترة السبعينات سواء كانت في المعالم أو الأدوات اللي بتستخدمها قديما واللي استخدمت كمان قديما. بتصميمات بديعة لا يتعدى حجمها 30 سنتيمتراً، تجسد الفنانة رنا سليمان الواقع من خلال مجسمات صغيرة الحجم رافعة شعار كل ما تصفر تحلو. بدأت رنا موهبتها منذ نعومة أظافرها، حيث أذهلت مدرسيها بالمرحلة الابتدائية بعدما شكلت بالصلصال مجسمات متقنة وهي في سن التاسعة، لتبدأ رحلة طويلة من الإبداع المستمر مع الفن التشكيلي بصوره وأشكاله المختلفة من الطفولة، وتستخدم أنواعاً مختلفة من الأخشاب وعجينة السيراميك، فضلاً عن إعادة تدوير المخلفات التي تتقنها. أعمال رنا سليمان تركز على الهوية المصرية واسترجاع تفاصيل زمان عبر مصغرات الفن التشكيلي من خلال تجسيد البيت بتفاصيله القديمة والأدوات المستخدمة سواء في البيوت أو الشوارع وغيرها من ملامح الزمن الجميل. شاركت رنا في أول مسابقة للنحت وهي طالبة بالمرحلة الإعدادية، وحصلت على المركز الثالث ضمن عشرات المتسابقين من محافظات مصر المختلفة، وتخرجت في كلية التربية النوعية. استمرت رحلة رنا سنوات من الاستكشاف والتأمل حتى تخطت أعمالها حدود المحلية لتحجز مكاناً، إلى أن عرضت أعمالها النحتية في دولة ألمانيا بمتحف متنقل متخصص في عرض الحضارة العربية بمختلف مراحلها برعاية المركز الثقافي العربي بألمانيا. كما شاركت في معرضي منمنمات والمرأة العربية اللذين ينظمهما جاليري لمسات للفن التشكيلي بأعمالها المختلفة، مثل واجهة البيت المغربي وغرفة الحياكة لإبراز عوامل الزمن، وأيضاً محتويات العمل وتصميم بيت جدتي الذي عرض للمرة الأولى في معرض مصر الرابع للنماذج المصغرة بمركز الهناجر للفنون برعاية وزارة الثقافة، حيث يوثق فن المصغرات مشاهد لها خلفية معينة لدى الفنان مختفية في ذاكرته وأماكن حقيقية كانت واقعاً في يوم من الأيام في حياته.